مواليد 2001 وعمرها 6 سنوات، وروان خالد محمود حسين من القاهرة مواليد 2000 وعمرها 7 سنوات، وفاطمة الزهراء عبد الباسط من محافظة القاهرة وهي من مواليد 1999، 8 سنوات فقط. تلاوة جميلة مشتركة هي مسك الختام. وختاما نقول: اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، الله أكرم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين، ببركة ليلة القدر وهذا الشهر الكريم، ومع مسك الختام القرآن الكريم. الله يفتح عليك. الحمد لله رب العالمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، وكرمنا ولا تهنا يا أرحم الراحمين، ببركة هذا الشهر الكريم. كل عام وأنتم بخير، نراكم في العام القادم مع الأوائل في حفظ القرآن الكريم، وجمعنا الله بهم في الجنة في جنات النعيم يوم القيامة يا أرحم الراحمين. كل عام وأنتم بخير، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.